شكرا معلقنا الكبير الكابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه بتقدم كبير لنادي الاهلي 44-24 في مباراه الحقيقه شوطها الثاني كان تالق واضح من لعيبه النادي الاهلي دفاعيا خاصه قبل الهجوم، يمكن الدفاع مسهل علينا المهمه كثيرا. الحقيقه قبل ما اروح مع ضيوف اللي منورين في الاستوديو لازم يعني نقول هذا الخبر. النادي الاهلي وهو يضع المصلحه العليا للوطن اولا وحرصا منه على العلاقات التاريخيه الوطيده بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، قام النادي الأهلي برفع الأمر كاملا إلى مؤسسات الدولة المعنية وأرسل خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق. طبعا المباراة زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كانت يعني تفوق لنادي الأهلي منذ البداية للنهاية، واستطاع فيها النادي الاهلي، يمكن دي طبعا صوره الخبر من على موقع النادي الاهلي، هنقوله تاني لحضراتكم. النادي الاهلي وهو يضع المصلحه العليا للوطن اولا وحرصا منه على العلاقات التاريخيه الوطيده بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الاعلام لمعلومات غير صحيحه عقب مباراه الاهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الابطال، قام النادي الأهلي برفع الأمر كاملا إلى مؤسسات الدولة المعنية وأرسل خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق. ده الخبر اللي نزل منذ لحظات على طبعا موقع النادي الأهلي أو صفحة النادي الأهلي. طيب نرجع لمباراتنا 44-24، ولكن الحقيقة قبل ما نتناول المباراة بفكر حضراتكم بفريق تحت 17 سنة مواليد 2006 واللي بيخوض دلوقتي أو هيخوض الساعة 11 إن شاء الله نهائي بطولة زد الدولية في نسختها الأولى. المباراة إن شاء الله الساعة 11 هتكون ما بين النادي الأهلي وفينورد الهولندي. طبعا النادي الأهلي تأهل قبل النهائي أمس وفينورد الهولندي أيضا تأهل من قبل النهائي أمس. مباراة مهمة جدا الساعة 11، وعايزين نعرف مزيد من التفاصيل عن المباراة والاستعدادات. معانا مريم سبيح من ملعب زد بالتجمع الخامس عشان ننقل كواليس البطولة، وأكيد في مباريات بتتلعب قبل المباراة بتاعتنا في ترتيب الخامس والسادس وفي الثالث والرابع، ومباراة الأول والثاني هتكون الساعة 11 بإذن الله. نروح لمريم سميح عشان تنقل لنا الأجواء هناك في ملعب زد بالتجمع. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد سلعوي كابتن طاهر رجب، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك نوهت بالظبط من داخل نادي زد بالقاهره الجديده، احنا طبعا متواجدين دلوقتي في انتظار انطلاق المباراه لتحديد طبعا بطل كاس زد الدوليه او بطوله كاس زد الدوليه تحت 17 عام. الحقيقه ان احنا يعني يمكن موجودين من قبل المباراه، لان طبعا زي ما انت قلت يا كابتن هيثم الحقيقه ان في تحديد المركز الخامس والسادس وايضا المركز الثالث والرابع، ومنذ قليل يعني انتهت المباراه ما بين تحديد مركزي الخامس والسادس. كانت المباراه بتقام ما بين نادي استون فيلا وما بين نادي فيتوريا، الحقيقه ان هي انتهت منذ قليل وفاز طبعا نادي استون فيلا بنتيجه 2-0، وبكده يكون نادي استون فيلا في المركز الخامس ونادي فيتوريا في المركز السادس. خلينا نقول كمان ان هيكون في بعد قليل انطلاق لمباراه تحديد المركز الثالث والمركز الرابع، ده طبعا ما بين نادي زاد وما بين نادي باثانياكس اليوناني، والحقيقه ان هي يعني هتنطلق بعد قليل، والحقيقه ان بعد كده هيكون في مباراه النادي الاهلي وما بين نادي فينورد طبعا الهولندي زي ما حضرتك قلت في البدايه. الحقيقه استعدادات قويه جدا، خلاص يمكن الفريق فريق 2006 وصل بالفعل للنادي، والحقيقه ان هم يعني هيجروا عمليات الاحماء بعد قليل استعدادا للمباراه. طبعا موجود عدد من القائمين على النادي الاهلي طبعا علشان يؤازروا فريق النادي الاهلي، زي ما احنا شفنا امبارح اكيد ان هو كسب يعني وتاهل لمباراه النهائي. طبعا يعني فريق 2006 عامل مجهود كبير جدا، وحقيقة عمر سيد معوض هو اللي احرز هدفي اللقاء امبارح، وان كانت مباراه قويه جدا اللي ادت لتاهلهم لمباراه النهائي. موجود طبعا النائب سيد عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، موجود ايضا محمد
محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا عدد من نجوم الكرة يعني في مختلف الأندية. ولكن الحقيقة كابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق أكيد موجود لمؤازرة طبعا أكيد نجله عمر سيد معوض. الحقيقة اللي كان سبب كبير جدا في تأهل النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي 2006 لنهائي هذه المباراة، الحقيقة إن كانت مباراة قوية، والحقيقة النهاردة إحنا معتمدين اعتماد كبير جدا إن إحنا نكون يعني أبطال النادي الأهلي زي ما بنكون أبطال كل النسخ أو الفيرست إديشنز من كل حاجة. اعتمادنا النهاردة كبير جدا إن إحنا نكون أيضا أبطال النسخة الأولى من كأس زاد الدولية تحت 17 عام. دي كانت طبعا كل الأجواء يا كابتن هيثم من داخل نادي زاد بالقاهرة الجديدة. أكيد طبعا هنكون مع كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، هيبقى لينا لقاءات طبعا مع عدد من الفائزين، وأيضا كمان هيكون لينا لقاءات مع يعني أبطال المركز الثاني نادي فينورد الهولندي. طب مريم، يمكن مباراة الخامس والسادس بتكون ما بين نادي استون فيلا وفيتوريا البرتغالي، مفروض تكون المباراة دي انتهت. طيب مريم مش معانا، طيب خلاص اوكي مفيش مشكلة نرجع لها تاني، لأن المفروض مباراة الخامس والسادس كانت مع استون فيلا ونادي فيتوريا، ومفروض تبقى الساعة الثامنة يعني المفروض تكون خلصت. هيكون كده تحدد مين الخامس والسادس، وهيكون الثالث والرابع لسه شغاله دلوقتي، والتمهيد ان شاء الله لمباراه الفاينل الساعه 11. ارجع لضيوفي كابتن سلاوي، يمكن الشوط الاول والثاني شاهد تفوق دفاعي كبير للنادي الاهلي، يمكن الحلقتين مظله الحقيقه عملها عمر طارق واحمد اسماعيل، سهلت كتير جدا على لاعبتنا الدفاع والهجوم في الفاست بريك. شايف المباراه ازاي؟ بلا شك عمر طارق عامل جيم كويس الشوط الاولاني والشوط الثاني، المباراه تسيدها الاهلي منذ البدايه، لاعب الاهلي اخذوا المباراه على محمل الجديه وتحمل المسؤوليه وتعويض الاخطاء في المباراه السابقه. الريباوند كنا مسيطرين عليه على الحلقتين، فادانا فاست بريك، رجعت عاده النادي الاهلي الجري السريع والفاست بريك والهجوم الخاطف. عملنا دفاع في الشوط الاولاني جيد جدا، انهينا الشوط الاولاني 22-10، استمر الدفاع الجيد في الشوط على في الشوط الثاني. بقى لعيب زمالك نشطت على فترات، طبعا لعيب الارتكاز بين لعيب الاهلي والزمالك، لعيب الاهلي مسيطرين على الارتكاز تحت السلتين. تحت السلتين كابتن طاهر، اكيد عند حضرتك الكثير، خاصه ان انا جات لي الاحصائيات بعد الفتره الاولى والثانيه، ولكن انا عايز اسمع راي حضرتك في الفترتين الاولى والثانيه. زي ما نوهت حضرتك ان الديفنس بتاع النادي الاهلي كان اكثر من ممتاز، ولما يخلي الخصم يجيب 22 بونت خلال 2 كوارتر يعني ده دليل على ان الديفنس عالي جدا، لان ده لو مشينا بالمعدل ده يبقى الزمالك مش هيجيب اكثر من 50 بونت. نعم، فده جود ديفنس الحقيقه من الفريق، جود ديفنس زائد الريباوند طبعا، زائد كمان قرايه مستر اوجستي والجهاز الفني للسكاوتنج بتاع الماتش اللي فات، ان تفوق اللعب من تحت السله يعني عموما هو لصالح النادي الاهلي، بدليل ان واحد زي عمر طارق ده في الكوارتر الاولاني والثاني اعتقد جايب مش اقل من 15 بونت او نعم. طب خليني اقول بعض الاحصائيات استكمالا لكلام حضرتك كابتن طاهر، يمكن افضل المسجلين زي ما تفضل كابتن طاهر وتوقع هو عمر طارق برصيد 12 نقطه حطهم في في الكوارتر الاول والثاني، يليه في التهديف عمرو الجندي 10 نقاط، يلي عمرو الجندي ايهاب امين 8 نقاط. اذا ثلاث لاعبين من النادي الاهلي احرزوا 30 نقطه من مجمل 44 نقطه، وده الحقيقه تفوق واضح لمكنات التهديف الاهلاويه. عمر طارق برج النادي الاهلي تحت الحلقه عامل مظله كبيره جدا. عايز اقول لكم ان عمر طارق يعني نسبه عاليه جدا، الله اكبر، يعني واضح جدا التفوق للعين انه عمل شغل جدا كبير، ويمكن هو جايب اعلى يمكن ريباوند، جايب 4 ريباوند برده من اعلى اللعيبه اللي جايبه استحواذ على الكوره في النادي الاهلي. هنروح نادي الزمالك، اللعيب الوحيد الحقيقه الافشنسي بتاعته عاليه وسكوره عالي هو عزب يا كابتن. طبعا عزب جايب 13 نقطه والافشنسي بتاعته 11 في الوقت اللي اغلب افشنسي لعيبه نادي الزمالك بالماينس بالسالب. يعني عندك بس عمر، عندك احمد عزب وعصام فاروق، هم الاثنين لعيبه يمكن اللي اكثر شويه تاثيرا في النادي الزمالك، ولكن على الاطلاق هو احمد عزب برصيد 13 نقطه، افشنسي 11. من افضل افشنسي عندنا في النادي الاهلي او الفعاليه هم الثلاث لعيبه اللي قلت لحضراتكم عليهم يا كباتن. عمر طارق افشنسي 13، عند حضرتك ايهاب امين، عندك عمرو الجندي 13. ياتي بعديهم على طول يمكن
تومسون صح، تومسون 7 نقاط، افشنسي 6، ولكن يمكن من احسن المباريات يمكن تومسون اللي عاملها، الافشنسي عليها من افضل اللاعبين. طيب مجمل الريباوند اللي جايبه النادي الاهلي في المباراه، توتال ريباوند جايب 27 ريباوند النادي الاهلي في المباراه. احنا قلنا اللي هو ده اللي مخلينا بنعمل فصل النهارده فصل بريك جري طبيعي بتاع النادي الاهلي، في الوقت النادي الزمالك جاب 20 ريباوند. طب خلينا نفصل الريباوند اكتر يا كباتن، نشوف احنا قوتنا دفاعيا ولا هجوميا. 27 ريباوند للنادي الاهلي، 21 منهم ديفنسيف ريباوند و6 بس اوفنسيف ريباوند، فاذا انت قوتك الدفاعيه جباره بصراحه. نادي الزمالك 15 ديفنسيف ريباوند و5 اوفنسيف ريباوند، مجمل 20. اذا النادي الاهلي استحوذ على السلتين زي ما تفضلت يا واحنا قلنا لعيب ارتكاز النادي باينه، يعني لعيب ارتكاز في النادي الاهلي مسيطرين على الحلقتين اكتر من لعيب ارتكاز نادي الزمالك. نعم. فده اللي مدينا بقول لك سرعه وفي الفاست بريك، فرجع من اهم اسلحه النادي الاهلي الهجوميه والفاست بريك. نعم. خلينا نتكلم عن بعض الاحصائيات الاخرى يا كابتن. يمكن الفري ثرو النادي الاهلي النهارده على النسبه جدا، امبارح كنا جايبين 12 من 11 من اصل 20، النهارده احنا جايبين نسبه 75% يا كابتن، يعني برضو هي مش نسبه الاوبتيمم ومش نسبتنا، ولكن 75% دي نسبه جيده. يعني 9 من 12 يا كابتن، 9 من 12 ودي نسبه شايفها جيده جدا. هم يعني اعتقد مضيعين كتير. نعم. طيب في التو بوينتس احنا نسبتنا طيب خلينا تاني نرجع لنادي زد بالتجمع وزميلتنا مريم سميح، اكيد عندها الجديد تقولهن، خاصة انه مباراة الخامس والسادس زي ما قلت لحضراتكم انتهت في منذ لحظات. اتفضل يا مريم. كابتن هيثم برحب بيك مره تانية. يمكن زي ما انا نوهت في البدايه ان طبعا يعني مباراه تحديد المركزين الخامس والسادس يمكن انتهت منذ ما يقرب من ربع ساعه، الحقيقه كانت طبعا ما بين نادي استون فيلا ونادي فيتوريا، انتهت بفوز نادي استون فيلا بنتيجه 2-0 على نادي فيتوريا، وكده طبعا يكون اتحدد المركزين الخامس والسادس، كده طبعا استون فيلا في المركز الخامس ونادي فيتوريا في المركز السادس. والحقيقه يعني منذ لحظات قليله جدا وصل فرقه نادي فينورد الهولندي اللي هتتلاقى طبعا مع النادي الاهلي مواليد 2006، وده طبعا علشان تحديد المركز الاول والمركز الثاني، والحقيقه ان هم هيكونوا موجودين كمان يعني دقائق علشان يجروا عمليات الاحماء تزامنا مع عمليات الاحماء الخاصه بالنادي الاهلي او فريق النادي الاهلي، ده طبعا لتحديد المركزين الاول والثاني. وحاليا انطلقت منذ قليل عقب طبعا انتهاء يعني مباراه استون فيلا وفيتوريا، انطلقت منذ قليل مباراة باتانياكوس اليوناني وأيضا نادي زاد لتحديد المركزين الثالث والرابع. مريم سميح طبعا من نادي زد بشكرك شكرا جزيلا، كان يهمنا نعرف كمان النتيجة وخلاص المباراة لحظات وتنطلق. نطير تاني لصالة برج العرب عشان ننقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة، الأهلي والزمالك قبل نهائي جيم 2 مع معلقنا الكابتن أحمد مناع، فإلى هناك.